مرحبا، انا اليوم وين؟ عند كوين بغداد لتميل وزراعه الشعر وطب الاسنان اللي موجود في شارع الربيعي. هذه لافته مالهم جنب الكوخ على طول هالمكان. نصعد على الدور السادس وندخل على المركز. هذا هو ما شاء الله، شايفين كيف شكله؟ ما شاء الله ما شاء الله، المركز متكامل وفي كل الاقسام اللي نحتاجها ولكل قسم دكتور الخاص، وعندنا اهم قسم اللي هو زراعه الشعر في كادر طبي تركي متكامل. شوفون هذه الغرفه، هذه قبل وبعد اكثر من 4000 عمليه زراعه الشعر كلها ناجحه ما شاء الله، هم من 2018 في هذا المجال. شوفون معي، في عندهم بيشنت الحين قاعد يزرعوا له شعر، ما شاء الله شيء جميل. والاقسام اللي تشوفونها طبيب الاسنان، قسم التجميل، غرفه التضميد والحلاقه، قسم التجميل، بعد عندك البلازما، الحقن، كل شيء وانت ماشي عندهم اقسام. شايفين كيف؟ على قسم الليزر حلو، عندهم جهازين، تبغي دكه موجود، تبغي كاندله موجود، كل شيء موجود عندهم. طبيب تجميل وقسم التجميل في جراحه تجميليه كامله في المركز ما شاء الله. عندهم قسم الاظافر او السبا، هذا جميل. حلو في المكان انه في كل الاشياء اللي نحتاجها، المركز متكامل مو مقصر في اي شيء.